لكن للأسف فإن إيران تحارب معاركها أو تدخل في معاركها مع الولايات المتحدة على الأرض العراقية. العراقيون لا يحبون ذلك وليسوا راضين عن ذلك، والأمريكيون أيضا ليسوا راضين عن ذلك، ولكن إيران كأنها تقول من الأفضل أن نقاتل الأمريكيين في العراق وليس في بلدنا إيران. وهذا هو هدف إيران، هو أن تبقي القوات الأمريكية بأبعد مسافة ممكنة عن إيران، بحيث يضعون طوقا دفاعيا حول إيران والذي يشمل العراق ودول الخليج. طبعا هذا ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة دول الخليج، ولكنه من مصلحة إيران. كيف يمكن التعامل مع هذا؟ مجددا هذا شيء لم نكتشفه بعد، على الرغم من أننا حاولنا لمدة 40 سنة. أعتقد أن الخطر الواضح، وهذا ما يبدو عليه الوضع من دول الخليج العربي، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وربما عمان بنسبة أقل، وقطر. من وجهة نظرهم إيران هي قوة استعمارية تحت الشاه، وحتى تحت النظام الحالي ترى نفسها بأنها حارس الخليج وأنها المالك التاريخي لهذه الأرض وهذه المنطقة، وتنظر نظرة دونية إلى العرب على أنهم ليسوا بنفس قدر الذكاء أو أنهم ليسوا بنفس قدر الفارسيين، وبالتالي فإن هناك انفصال ثقافي واسع جدا. للأسف فهذا هو الأساس وراء هذه التهديدات، وهذا ليس جديدا ولكن يجب أن تؤخذ بجدية. طيب، التصريحات الأمريكية والأفعال الأمريكية على الأقل لإدارة بايدن يعني تبدو متناقضة بالنسبة للشعب العراقي على أقل تقدير. يعني هم يتحدثون بالتصريحات الأمريكية بأننا نريد ردع إيران على كل المستويات، ولكن في نفس الوقت هنالك سحب للمنظومات الدفاعية الأمريكية من المنطقة، تحويل القوات القتالية الأمريكية إلى تدريبية في العراق على الرغم أن هذا طلب حكومي عراقي واضح، الانسحاب من أفغانستان، الانسحاب من المنطقة بشكل عام. كيف لهذه الأفعال أن تترجم لردع للميليشيات الإيرانية على سبيل المثال؟ هناك عدة نقاط حول هذا السؤال. بداية، لن أتفق معك بأن أمريكا تنسحب من كل المنطقة. هي تنسحب من أفغانستان، ولكن أفغانستان هي قضية منفصلة لا يمكن مقارنتها بالشرق الأوسط، ويمكن أن نناقش ذلك لاحقا، ولكن لعدة أسباب يجب أن لا تدرج من ضمن نفس منطقة الشرق الأوسط. فأنا لا أوافق معك بأن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة. نعم، الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي قد اتفقوا في أثناء زيارته الأخير إلى واشنطن بأن ينهوا العمليات الهجومية في العراق، ولكن هذا لا يعني إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، بل إنهاء الوجود القتالي الأمريكي، يعني بأنه لن يكون هناك جنود أمريكيون يطلقون النار في العراق. سوف تتواجد القوات الأمريكية، تعمل مع القوات العراقية في التدريب وفي تعزيز الخدمات اللوجستية وتقديم الاستشارات، ولكنها لن تكون قوات قتالية.